ايمن اشرف وايمن يتعامل معاه بشكل كويس ان شاء الرحمن. يعني اهم اثنين واللي هيدوا افضليه للنادي الاهلي في اللقاء ده باذن الله، اهم اثنين برضو من وجهه نظري الشخصيه هيبقى حسام عاشور وعمرو السوليه. حسام عاشور وعمرو السوليه الاثنين هيبقوا بيلعبوا في الجانب في الجزء ده بالظبط كده، اوكي، فهيواجهوا شعلالي وهيواجهوا كولوبالي وهيواجهوا فرانك كومب مع دخول انيس البدري ويوسف البلالي في بعض الاوقات للعمق. لو عمرو السوليه عمله هو بشكل كويس جدا 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 من خلال الانقضاض والضغط على نص الملعب اللي موجود في فرقه الترجي وهو موجود عندنا، اعتقد ان دول هيبقوا اهم اثنين من وجهه نظر شخصيه، اهم اثنين في فرقه الاهلي، ومفتاح الفوز برضو من وجهه نظر شخصيه في الاثنين دول هتتمكن فيه او هتتمثل فيه عمرو السوليه وحسام عاشور. اهم اثنين في لقاء برج العرب هم حسام عاشور و عمرو السوليه.